أيضا في أخبارنا المنوعة، أثار الإعلان عن حملة المشي للمشي التي يعود ريعها للقضاء على مرض التوحد اهتمام الفنان الأمريكي بيتر ماركو الذي بادر إلى التبرع بريع لوحاته المباعة لصالح القضاء على مرض التوحد والمساهمة إعلاميا في دعم هذا الحدث عبر العمل على رسم لوحاته أمام الناس في ورش بمختلف أحياء الفجيرة. ويقيم ماركو مرسما حيا على كورنيش الفجيرة في 20 من شهر فبراير القادم، كما يشارك في حملة مماثلة تنظمها فيوجن ميديا ومجلة عيادتي بالتعاون مع الدكتورة ناهدة عبد الله عبد القادر الناصري التي أسست مسيرة التوحد أو مسيرة الإمارات للتوحد بدعم المستشفى الشرق. ويلقي الفنان ماركو محاضرة في طلاب المدارس بالتعاون مع إدارة منطقة الفجيرة التعليمية بهدف نشر الوعي حول أهمية التبرع ولنقل خبرته في فن الرسم للطلاب.